بين تعليق وبين إلغاء، ظل قرار الحكومة البلجيكية يترنح من دون أن يستقر على موقف محدد ودائم من معاهدة تبادل السجناء مع إيران. بشأن ذلك قال وزير العدل البلجيكي أن معاهدة بلاده بتبادل السجناء مع إيران معلقة ولم تلغى، وأبقى الباب مشرعا على عدة احتمالات، معترفا أن ملف تبادل السجناء مع إيران هو أصعب قضية تواجهها بروكسل. لذلك قال إن الكلمة الأخيرة تركت للقضاء للبت فيه الشهر القادم. وزير العدل كشف أن الحكومة حصلت على تفويض من البرلمان من أجل الإفراج عن أوليفييه فان ديكستيل عامل الإغاثة المختطف في طهران. وقبل أيام أصدرت إيران حكما بالسجن 40 عاما على عامل إغاثة بلجيكي اعتقل العام الماضي، وقد يكون الهدف من هذه الخطوة هو التمهيد لعملية تبادل أسرى مع بلجيكا. وفي مطلع عام 2022 ارتبط اعتقال فان ديكستيل بمبادلة سجناء محتملة مع أسد الله أسدي الدبلوماسي الإيراني السابق الذي يقضي عقوبة بالسجن في بلجيكا. وكانت محكمة بلجيكية قد حكمت في العام 2021 على أسدي بالسجن لمدة 20 عاما بسبب ضلوعه في خطة تفجير فاشلة لتجمع منظمة مجاهدي خلق بباريس عام 2018. ومع منتصف 2022 وافق البرلمان البلجيكي على معاهدة مثيرة للجدل من شأنها أن تسمح بتبادل الأسرى مع إيران بعد اعتقال فان ديكستيل في طهران، لكن المحكمة الدستورية البلجيكية علقت العمل بالمعاهدة في ديسمبر على أن تتخذ قرارا نهائيا في غضون 3 أشهر، وليست هي المرة الأولى التي تلجأ فيها إيران إلى مثل هكذا إجراءات للإفراج عن السجناء الإيرانيين أو الأصول المجمدة في الخارج أو استرداد ديون قديمة.
وتتهم القوى الغربية إيران باحتجاز رعايا أجانب لاستخدامهم كورقة مساومة. وقد يشير الحكم القاسي على فان ديكستيل إلى تبادل أسرى على خط بلجيكا إيران، فهل تنجح إيران فعلا بتبادل أسرى مع البلجيكي عامل الإغاثة المحتجز بطهران، وبذلك يفلت أسد الله أسدي من السجن؟